مش ملايين سيارات ولا ملايين ادويه ولا ملايين حد. معاك في حوالي 200 او اكثر ولا وليهم ابناء واطفال معاك. اسمح لهم بالزياره. اسمح لهم بالزياره من خلال الثلج معاك. لا في الممرات. ليه بس المفروض ده يوم يحضر ابنائه وبقيه وبقرر الرجل من اثنين نقاط. ما زالت مصلحة الشيوخ تمنع عني كل انواع السيارات. لو سمحت يا سيادة المستشار لو سمحت اكمل كلام. عشان دي مش مكاني. فانا النهارده بكمل اليوم 389 ممنوع من السيارة. من كل انواع السيارات. بس معاك ما بنتبوش حاجة. لو